تعديل قانون الأحوال الشخصية تم قراءته قراءة ثانية في جلسة الثلاثاء، وكانت هنالك مناقشات كثيرة من قبل الأخوة النواب سواء من المؤيدين أو المعارضين. يعني قانون جدا مهم، وإحنا نغتنمها فرصة لوجود حكومة مثل حكومة محمد الشاعر داني إنه نقر مثل هيك قوانين تدعم المذهب الشيعي، كما نصت المادة 41 من الدستور إنه العراقيين أحرار في اختيار يعني القانون الذي يتماشى مع أحوالهم الشخصية. راح تعقد ورشات يحضر بها المستشارين والقضاة وأعضاء مجلس النواب وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للإدلاء بآرائهم والنضوج بهذا التعديل إلى مستوى يرقى إنه ينال قناعة الكل حتى إحنا نتقدم التصويت عليه بالجلسات القادمة. يعني بعد إذن إحنا لازم نقدم المدونة نكمل إجراءاتها، وقبل تقديم المدونة إحنا يتم التصويت عليه في الشهر العاشر إنه يتم التصويت عليه. قانون العفو العام تم تقديم تقرير ومناقشة، بس لحد الآن ما تبينت ملامح قانون العفو العام وشنو هي الجرائم اللي مشمولة بالعفو العام. فمجرد تقرير تم تقديمه وهم هو خاضع للمناقشات وخاضع يعني للتدخلات. فإحنا نرتقي إنه مثل هذه القوانين إنه إحنا عندنا ثلاثة هسه يعني مؤهلة للتصويت عليه، إنه هي قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي وقانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، ما قانون العفو. فننتظر شنو رأي القضاء ورأي ورأي مجلس النواب ورأي الحكومة بهذا العفو، بهذا القانون العفو، وشنو الجرائم اللي راح تنشمل بقانون العفو على أساسه يتقدم.